وعلى هامش أعمال الملتقى الحكومي، عقد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام مؤتمرا صحفيا تطرق فيه إلى أهمية انعقاد الملتقى وجلسات العمل لهذه النسخة. وأكد سعادة وزير شؤون الإعلام أن انعقاد الملتقى الحكومي 2018 برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في نسخته الثالثة، يؤكد مضي الحكومة الموقرة في مسيرة تطوير الأجهزة الحكومية والعمل على تجويد الخدمات المقدمة في مختلف المجالات، مشيرا سعادته إلى أن الملتقى الحكومي يعد منصة وطنية مهمة لتبادل الآراء ووجهات النظر والعمل ضمن فريق واحد لكل ما فيه الخير والازدهار للوطن العزيز. وعرض سعادته خلال المؤتمر الصحفي جلسات عمل الملتقى وتلقى جملة من الأسئلة والاستفسارات من الصحفيين. خلال الأشهر الماضية عقدت عدة ورش استعدادا لهذا الملتقى، هناك أكثر من 106 مبادرة تم تقديمها. الحكومة الآن أعلنت عن بداية إعدادها لبرنامج الحكومة اللي راح يقدم للسلطة التشريعية، فهي يعني في نهاية الأمر هناك حسب ما قلت في البداية هناك تحديات كبيرة السلطة التنفيذية تستعد لها من فترة، أعلنت عن حزمة مشاريع راح تقدم إلى السلطة التشريعية. ما في شك بأن السلطة التشريعية وثقتنا كبيرة في 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 كل بحريني وفي كل مواطن بحريني، راح يكون له دور في تحويل هذه التحديات إلى فرص بإذن الله.